السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يلا حطي اللايك الحلو والتعليق بذكر الله والصلاة على الرسول. النهاردة جايبة لكم وصفة حلوة قوي، تخزين الطماطم، خصوصا للناس اللي بتشتغل اللي زي حالاتي. بيجي عليا وقت ممكن اجي اعمل طبخة ما لقيش قدامي طماطم وبتبقى كارثة بالنسبة لي، وبضطر احط صلصة جاهزة ما بتبقاش الطبخة اللي هي. جبت بقى شوية طماطم غسلتهم وقعدت افكر فيهم اخزنهم ازاي، بس جبت لكم اسهل واحلى طريقة واسرع طريقة تخزنوها بيها، بعيد بقى عن التسخين عن النار وان انت تسبكيها والكلام ده كله. هتجيبي الكبة بتاعتك وما عليكي غير انك تقطعي الطماطم على حسب كمية الطبخة بتاعتك. يعني انا مثلا الطبخة بتاعتي بحتاج فيها نص كيلو من الطماطم، فحطيت نص كيلو من الطماطم في الكبة وهضربه وانعمه كويس جدا في الكبة. هحول الطماطم لطماطم بيوري بس كده. ايوه بس كده، انا ولا هسخن ولا هسيبها على نار ولا احط لها بنجر ولا احط لها فلفل ولا الكلام ده كله، ولا هدت الحيل دي خالص، ولا حتى هضربها في الخلاط. بس انا هعملها هضربها في الكبة وهنعمها وتبقى بيوري، واحطها في اكياس تلاجة وهحطها في الفريزر، تقعد معاكي مهما تقعد مش هيحصل لها حاجة دي الطماطم بقى، ولا هتسود ولا يجرى لها حاجه. انا اعرف ناس اصلا بتخزن الطماطم زي ما هي كده سليمه، بس انا قلت علشان اوفر مكان في الفريزر عندي هضربها في الكبه بيوري وعلى قد الطبخه بتاعتي. اظن مفيش اسهل من كده، ايه رايك؟ وبتعمليه رفيع كده وبتطلعي منه الهواء علشان لما تطلعيه من الفريزر تكسريه بايدك، مش لسه بقى هتحطيه مربع او مستطيل في الحله وتقعدي تستني يدوب. لا 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 لا، انت رفعيه زي ما انت شايفه كده، واول ما تطلعيه من الفريزر تكسريه كده في الحله حتت صغيره، وفي ثواني هتلاقيه داب مع البصله بتاعتك او مع الطبخه اللي انت عايزه تعمليها. شايفين؟ بجيب نص كيلو من الطماطم على قد الطبخه بتاعتي. انت اكيد عارفه المعيار بتاعتك، المعايير بتاعتك والكميه اللي انت بتحتاجيها في الطبخه بتاعتك، وتحطيها في كيس الثلاجه زي ما انت شايفه. دي اسهل وابسط واسرع طريقة ممكن تخزني بيها الطماطم، ايه رأيكم بقى؟ اظن مفيش ولا اسهل ولا اسرع ولا ابسط من كده، حاجة سهلة وسريعة، ولا مواعين بقى ولا خلاط ولا حل على النار ولا الغلبة دي خالص. عملتي وخزنتي كمية الطماطم كلها في شوية اكياس بسيطة ومخدتش كمان مكان في الفريزر، اللهم بارك. يلا ما تنسوش بقى اللايك الحلو والتعليق الحلو، وشكرا للناس اللي بتعلق لي بكلمة حلوة، وشكرا برضو للناس التي تراقبني في صمت وهم عارفين نفسهم كويس. وما تنسوش تقولولي في التعليقات انتوا بتتابعوني منين، وبألف صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.